أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل الخير. تحياتي ليكم جميعا من قناتي المفضلة على قلبي، الصحة والجمال، من برنامج 50 دقيقة حياة. حلقة جديدة وبرنامج جديد وخطة جديدة لحياة جديدة وحياة سعيدة لينا كلنا. طبعا احنا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ولاحظنا ظاهرة غريبة في المجتمع المصري، ولكن مش غريبة على كل المجتمعات العربية وكل الأوروبية كمان، وهي ظاهرة وفاة الشباب. مش هقول انتحار لأني رافضة الفكرة تماما، مش هقول أي كلمة ضده أو معاه، ولكن بقول نواسي كل أهالينا ونقول لهم البقاء والدوام لله وحده، وتعددت الأسباب والموت واحدا. من قلب أم بوصل لكل أم توفاه ابنها أو بنتها أو أعز ما عندها، ربنا يربط على قلبك ويساعدك على الصبر والسلوان. ولكن ليا جملتين أو 3 كلمات لكل شخص موجود على الشاشة دلوقتي. الكلمة الأولى بقول لكل أب وأم، بلاش تضحي بكلمة وتوجع بني آدم تاني غيرك. حضرتك عامل كأنك فارس همام، وكأن الأب والأم دول هم المخطئين وكأنهم هم أصحاب الجريمة. حضرتك كل الموقف ان انت بس جات لك فرصه انك تفكر وترجع لورا شويه وتاخد بالك من ولادك، لكن الناس التانيه ما جات لهمش الفرصه دي. بقول للمجتمع ما تنسبش المحكمه، محكمه العدل بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، سواء في الدنيا او في الاخره، فبلاش تقول ده منتحر وجزاؤه النار، وده شيخ وجزاؤه الجنه، دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي عليك تدعي له بالرحمه والغفران، وتدعي لاهله بالصبر. النقطة الثالثة، تعالوا نتكلم بهدوء كده، إن الانتحار مش جريمة نفسية فقط، ولكن بتترتب على كل جوانب جسمك، جوانب جسمية وعصبية ونفسية واجتماعية، وفيها أجزاء أو جزء كبير قوي منها بيكون ممكن يكون وراثي، ممكن يكون اختلاط في الهرمونات، لخبطة هرمونات زي المراهق. فما تلوموش، ما تقولش ياه هو كان حاسس بإيه، ياه هم الناس اللي حواليه ما كانوش فاهمينه ليه. كلنا مجرمون في حق انفسنا لو ما وقفناش واقفه مع نفسنا ومع اولادنا ومع كل اللي حوالينا. بقدم التحيه ليكم كلكم، وبقول لكم هنبتدي بالشيء الجسمي، بالشيء النفسي، بالشيء الاجتماعي. يلا بينا نحقق حاجتين. الحاجه الاولى، دور على الباور العقلي. زي ما عقلك بيفكرك افتح نت وافتح فيس وافتح واتساب وتعامل مع الناس الغريبه، افتح عقلك وفكر ازاي تحل مشكله بهدوء. طب والنقطه الثانيه، عندك الروح، اربط روحك بربنا سبحانه وتعالى. اربط روحك سواء انت كنت مسلم او مسيحي، اربط روحك بربنا سبحانه وتعالى، خليه يمدك بالقوه، خليه يمدك بالايمان. الايمان مش باني اصلي بس، ده في صلاه وذكر وصوم وعباده وجبر خواطر واحسان للغير، حاجات كتير قوي، علاقات كتير ممكن تقربك لربنا انت وحدك بس اللي تعلمها، انا مش هعلمها لك. شوف انت ممكن تقرب لربنا ازاي. والنقطة الأخيرة عشان ما أطولش عليكم، يلا بينا نكون مجتمع سوي، ما نضحيش ببعض عشان خاطر نكتب بوست على الفيس والناس كلها تقول لنا شابوه ويكون في حق حد أو موجع لحد. انتظروني بعد الفاصل. ورجعت لكم تاني، والقيادة تذليل صعاب وليس تذليل للعباد، ومعايا الشيف محمود حبيب قلبي. ازيك يا شيف؟ ازيك يا دكتوره؟ منورني الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا دكتوره، باسم كل المصريين الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا دكتوره، تسلمي. صحتك عامله ايه دلوقتي؟ احسن كتير الحمد لله. هتقدم لنا ايه النهارده؟ رب النهارده نعمل رز بلبن. الله، انا بحبه جدا. دايت 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 يعني. دايت 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 دايت. ما حدش صدق ان الرز بلبن يكون دايت. انا مستغربه يعني. بس هشوف ان شاء الله مع بعض كده. بعد ما تقدم الدكتوره ان شاء الله اقول لك هيتعمل ازاي، وهتحس ان هو احلى رز بلبن ان شاء الله. تسلمي. مساء الخير يا دكتور. ومعانا دكتور ايمان كامل، تحياتي لحضرتك، منوراني ومشرفاني. منور بيك. استاذنك تعرفي نفسك. انا اسمي استاذ دكتور ايمان كامل، استاذ في المركز القومي للبحوث استشاري التغذيه العلاجيه وصحه الاسره. اهلا وسهلا. اهلا بيك، منورانا ومشرفه الاستوديو كله. ايه رايك في اللي الشيف محمود يعمله لنا؟ رز بلبن. طبعا فكره ان الواحد ياكل اكل دايت يعني منخفض السعرات الحراريه، ده فكره لطيفه جدا، محببه قوي. اي حد عنده سكر، اي حد عنده سمنه، اي حد عايز يحافظ على قوامه حتى لو هو زائد بس في الوزن، مش ضروري يكون عنده سمنه، مفضل انه يحافظ على صحته بالطريقه دي. اي حد عنده كوليسترول عالي او دهون ثلاثيه، لان الدهون الثلاثيه منشاها هو زياده في الكربوهيدرات اللي هي النشويات والسكريات، فبالطريقه دي يحافظ على صحته، يبقى مش هيكتر دهون الدم، مش هيكتر محيط الوسط، وهو ده اهم حاجه، لان التراكمات الدهنيه حوالين الوسط
يعني سببها السكر الكتير. فاحنا لو عملنا، انا سامعه انه بيقول هي الشيف هيعمل رز بلبن، ودي اكله محببه لكل الناس كبار وصغار، فلو هنستخدم السكر بديل يبقى لطيف جدا، هقللنا السعرات بشكل كبير. احنا معانا النهارده سويتال يا دكتور. جميل، يعني انا من الناس الحقيقه اللي طبعا يعني بالنسبه لي السويتال من الحاجات اللي دايما ريكومندد او باوصي بيها، لان هو فيه مزايا كتير. من اهم المزايا يمكن التغليف بتاعه، بحب التغليف بتاعه قوي، ده مميز عن اي منتج تاني. اللي هو الجواب بيبان من عنوانه. التغليف مهم قوي، انه اما تحطيه جنب حاجه ما ياخدش ريحتها، ما او لو لون او غصب عنك لو بتحطي مثلا ميه سخنه او حاجه على المشروب، لو وقع الامبيولاج او الكوفر بتاعه مش بيتاثر. تمام. فدي لطيفه قوي، طريقه فتحه سهله. انا بالنسبه لي الحاجات دي كانت بتبقى مشكله زمان، طريقه الفتح او الكوفر ما يبقاش يعني بيتحافظ على الماده اللي جوه. فالحقيقه دي عجباني فيه قوي، ما فيهوش افتر تيست. افتر تيست معناها ان الطعم بيكرف، خصوصا الناس، احنا المصريين كيفين شاي، بيحبوا الشاي قوي، الصعايده خصوصا بيحبوا الشاي قوي، بيحطوا سكر كتير. لو استبدلتي السكر ببديل سكر، الحقيقه كان دايما الانواع الاخرى بيبقى فيها حاجه اسمها افتر تيست، اللي هو طعم كارف شوي. الناس كلها تقول لك مش بعرف اتكيف من كوبايه الشاي، اصل هي طعمها متغير. الحقيقه مع السويتال ما فيش النقطه دي خالص، بالعكس، ما يعني طعمه اكنك بتشربي، خصوصا لو حطيتي معيار كويس. تمام. يعني في ناس لو زودت قوي تحس شويه، لا، حط المعيار كويس. وهم بيوفروا الحقيقه اكتر من فورمز، يعني اكتر من شكل، ممكن شكل سايب عادي بالمعلقه، ممكن ستيكس رفيعه، ممكن حبوب صغيره او اقراص، وممكن حتى الاكياس في منها اللي يوازي معلقتين سكر واللي يوازي معلقه واحده. فدي الحقيقه هتوفر قوي سعرات، وهيبقى يعني فعلا استخدام البديل السكر سويتال في اي اكله حلوه هتقلل جدا من السعرات الحراريه. ويا سلام بقى لو كمان مع لبن خالي الدسم، يبقى كده احنا عملنا. هنسيب النقطه دي للشيف، بس معانا اتصال بعد اذن حضرتك. فتح. معانا الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه فاتن؟ اهلا وسهلا بحضرتك، امورين. انا اولا اسمي فاطمه عبد اللطيف من اسيوط. اهلا وسهلا باسيوط واهل اسيوط. اهلا وسهلا بحضرتك، كنت محتاجه مساعده من حضرتك. اتفضلي. انا مش بمشي على رجليا بسبب استئصال ورم من حبل الشوكي. سلامتك، الف سلامه. الله يسلمك يا رب. وعملت العمليه والحمد لله الورم ما رجعش. الحمد لله. مشكلتي تتكون ميه مكان الورم. تمام. وعملت عمليتين، الله يسلمك يا رب، عملت عمليتين للميه دي وبتفشل. فمطلوب لي عمليه تسليك اعصاب خارج مصر. تمام. فانا مش معايا تكلفه العمليه، يا ريت لو حضرتك تساعديني في كده. حاضر، يا ريت كل اللي سامعينك يا فاطمه من دكاتره او مختصين يحاولوا يساعدوا فاطمه في حالتها وترجع تمشي على رجليها، ويا ريت تسيبي تليفونك في الكنترول يا فاطمه. حاضر، من عينينا. حضرتك يا دكتور ممكن تساعدي فاطمه؟ اكيد طبعا. اول حاجه لازم اي حد بيشتكي من الظروف ديت بيتوجه، احنا عندنا اطباء هنا في مصر الحقيقه هم كلهم اتدربوا اصلا بره، واللي بيسافر بره ويتعلم بيمسكوا فيه ما بيخلوش يرجع اساسا، عندنا اساتذه كويسين قوي. واضح ان هي مشكلتها يعني محتاجه حد يكون متخصص في اكتر من تخصص في الجراحات، يعني جراحات اوعيه وجراحات اعصاب واكتر من كونسلتو يعني يتعمل عليها. انصحها بالتوجه، بما اني خريجه القصر العيني انصحها بالتوجه للقصر العيني. وطبعا زمايلنا كتير قوي يعني لن يدخلوا وزعل، يعني تتواصل مع حضرتك قوي قوي طبعا تحت امرها، وزمايلي هناك طبعا تحت امرك ان شاء الله. خلاص يا فاطمه، لو سمعانا اي حد في مصر بتوعدك. كمان مش بس فاطمه، يعني اي حد جميل في مصر جداً يا دكتور. يتوجه للقصر العيني، لان هو ده قلعه الطب في مصر. دكتور عايزه اسال حضرتك سؤال من خلال فاطمه. ايوه. ازاي نقي ونحمي نفسنا من الامراض اللي توصلنا، الامراض الخطيره دي والعمليات من البدايه خالص؟ هسيب حضرتك للسؤال واروح للشيف ناخد مقاديرنا وبعدين نرجع. أوكي. تاني تجاوبيني. شيفنا ممكن تقول لنا مقاديرنا والمخرج هينزلها لنا على الشاشه. طيب يا دكتور، النهارده احنا هنعمل المقادير بتاعتنا كيلو لبن خالي الدسم. حتى لو قدرت، لو انا يعني زي ما بيقولوا كده عاداتنا وتقاليدنا بيقولوا انا حنبلي شويه، ازود الكيلو لبن خالي الدسم كمان
كوباية مية عادي خالص عشان اخففه انا عايز اكل رز بلبن مش بنفس متعة رز بلبن اللي هو فيه دسم بس مش هبقى حارم نفسي. بالظبط بيكون عندي 80 جرام او 100 جرام رز لكيلو لبن. ده هو طبق عندي هنا فيه 55 سعر حراري، ده بحسابات. بيكون عندي 5 معالق من سويتال، تمام، بس بديهم في الاخر. وعموما السكر بحطه في الاخر. بيكون عندي فانيليا مع فص مستكة. هنقولهم تاني، هم موجودين على الشاشة معانا هم. تمام. والرز ده لازم يتنقع لانه هيستوي في اللبن على طول. لو بصينا على اللبن هنا هنلاقيه لبن خالي الدسم، وانا مزوده كمان كوباية مية. يعني كده معايا كيلو لبن وعليه كوباية مية. كوباية مية انا بكسر لو اي طبعا لو جبت الزيرو دسم موجود بره دلوقتي ده ممتاز، وده افضل بالنسبة لي الزيرو دسم. بنقعته الرز وبنزل بالرز كده وابتدي اسويه في اللبن اللي عندي. تمام. اخر حاجة لما الرز بيستوي ويفشر مش هياخد معايا تقريبا تلت ساعة، بدي 5 معالق من السويتال مع الفانيليا وفص المستكة، وبصبه ممكن في الاطباق ديت، وممكن اي محل من المحلات اللي هو بيبيعوا الحاجات ديت يبقى فيه عندي. يا جماعة مش لازم يعني، شوفي هنا حد يقدر يقول ان ده مثلا لو الكاميرا جابتنا ان ده دايت مثلا، ما يبقى عندي اهو شايفين منظر الرز بلبن ما فيش واخد نشا، هو الرز ماسك بعضه، هو فيه النشا بتاعه. انا لما انا اخد كده يكون عندي اي مكان بنصح بيه ان يبقى المطعم بتاع البيتزا في مكان للدايت، مطعم سندوتشات في مكان للدايت، زي بره كده في اماكن كلها لازم يكون في قسم للدايت، في قسم مدخنين وفي قسم غير مدخنين. طب في عندي قسم للدايت وقسم الغير الدايت، قسم المرضى السكر، الناس دي احنا ناسيينها ليه؟ تمام، ما احنا النهارده موجودين وحضرتك موجود والدكتور موجود عشان الناس دي. لا انا اقصد ان احنا مجرد برنامج معانا سويتال ده كلام جميل، لكن القاعده الثابته اللي لازم تبقى ناشئه في مصر عندنا ان انا عندي المطعم زي بيتزا انا اجباري في قسم المرضى السكر وقسم، لان في اطفال عندهم سكر. أيوة. طب انا داخل اكل بيتزا، طب ما انا معايا ابني مش هقدر اكله، الاسره كلها بتنحرف. ده بقى اجباري عليك، بتفتح جزئيه لمرضى السكر وللعامل دايت اللي عنده سم، ده اخطر حاجه. أكيد. اخطر مرض. فهو ده اللي انا بطالب بيه، بس من كلامك يعني كحد بسيط في مصر خطوه يعني. لا حضرتك على الراس، خطوه جريئه من برنامج 50 دقيقه ومن الشيف محمود، ان يا ريت كل المحلات المصريه يبقى فيها ركن كده للدايت، ركن المرضى السكر، ركن نقول للاكل الصحي وللغذاء الصحي، ولا ايه يا دكتور؟ اكيد طبعا، انا بحييكم على الفكره دي، وده اسلوب الاعلام الصح انه يبقى فيه وعي، ان الناس لازم تلتزم بنظام غذائي معين، ما يكونش بس مقيد قوي يعني، برضو علشان دايما الحرمان مش لطيف يعني. مهم قوي ان الواحد يبتدي يعمل نظام صحي سليم ولكن بدون حرمان. أكيد. الحرمان قوي ده هيحسسهم ان هما مش عايشين. الاكل احنا بالنسبه لنا هو اللي بيدي بهجه، بيدي سعاده، ودايما بنتلم كلنا على الاكل. شوفي كده اي مناسبه عائليه او حاجه مربوطه كله بالاكل، مرتبطه بالاكل للمصريين بس يا فندم. برامج الطبخ كترت، قنوات الطبخ كترت، اهتمامات السيدات كل واحده مع احترام الراي حضرتك. ولكن السعاده نسبيه، فما يسعد شخص لا يسعد الاخر، فمش كلنا مصدر سعادتنا الاكل، برغم ان عاداتنا وتقاليدنا كده، ولكن اللمة مش مصدر الأكل. يعني اللمة على الاكل حتى لو مش طبعًا. مش بيشاركوا اللمة هي نفسها، بس انا لما اكون مريض الجاذرينج ينفع اقعد يعني في اللمة دي. صح. الجاذرينج يعني انا دايما بحب ايه الواحد يبقى يعني الحاجه تبقى مصدر سعاده وبهجه كده. نرجع لسؤالنا يا دكتور وترد لنا يعني هم على يتجمعوا على الاكل. تمام، جميل جدا. نرجع لسؤالنا، اتفضلي جاوبينا بقى على السؤال. ازاي الواحد يحافظ على نفسه من الامراض؟ نمرة واحد، اسلوب الحياة الصحي اولا، ويمكن ناس كتير قوي هتتخض لو قلته، هو الاسترس او الضغوط. بالظبط. الضغوط لازم يبعدوا عنها، الضغوط النفسية هي اكتر حاجة بتجيب امراض. تاني حاجة يعني فعلا الاكل، الاكل مهم قوي، مصدر مهم للامراض، السكريات الزيادة، الدهون الزيادة، الملح الزيادة، الدقيق الابيض كمان دلوقتي بقى اختفى من العالم المتقدم، الدقيق الابيض بقى كله هول ويت اللي هو القمح الكامل. تمام. يعني انا لسه راجعه من اوروبا، قليل قوي لما بتلاقي مكان فيه قمح
عادي. يبقى حضرتك كده بتقولي اول نقطه نبعد عن الاسترس، والنقطه الثانيه هناخد بالنا من الاكل. من الاكل، الاكل اربع سموم بيضاء معروفين كترهم بيجيب اذى، سواء ضغط، سكر، دهون، سمنه. ده مهمين قوي، اللي هم الاربع سموم البيضاء: الملح، السكر، الدهن، والدقيق الابيض. يعني فعلا الانسان اللي هي الانسان اللي هو ما بيتحركش كتير عرضه اكتر لكل حاجه بقى، امراض مفاصل، اكتئاب، امراض شرايين واورده، سمنه، حاجات كتير قوي. الحركه فعلا بتمنع ان الواحد يتعب. مهم قوي الواحد يتحرك على قد ما نقدر. طبعا في ناس تقول انا ما اقدرش اروح مركز رياضي او الجيم مثلا مكلف، او مثلا ما نقدرش نروح نادي. اي حركه، اي ست بتتفرج علينا، اي حد بيتفرج علينا، اي حركه بركه، هتفيد. It counts، بتتعد. زي ما الاكل بيعد سعرات، الحركه الخارجه بتعد سعرات بالفعل. ان واوت، اللي داخل واللي خارج. اللي داخل بيبقى في صوره اكل في الطاقه، واللي خارجه طاقه مهدوره اللي هي الاوت بتاعنا اللي هو الحرق بتاعنا، وده مهم جدا. الثلاث حاجات دول مع شرب الميه بشكل كافي كويس قوي، اعتقد ان يعني فعلا هنبقى الاكل السليم. انت ما تاكل، وي ار وات وي ايت. فلو اكلك سليم، بتشربي كويس، بتنامي كويس، بتحركي كويس. برضو قلة النوم بتجيب أمراض، بتجيب أمراض كتيرة، بتجيب اكتئاب، بتجيب صداع، بتجيب قلق عصبي، بتعلي الضغط، حاجات كتير قوي. فلو عملنا كده الحاجات الأساسية بتاعتنا دي، فعلا هنبقى عندنا وقاية يعني من كل الأمراض. زي ما قلت لحضرتك برضو بيبقى فيه مشتملات. يعني إيه؟ يعني مثلا اللي يتحرك، أفضل يتحرك في الشمس. ضوء الشمس مهم جدا للتعرض، لازم نتعرض للشمس. بتفرق جدا في فيتامين د في جسمنا، لان هو تحت الجلد بس مش اكتف، مش نشط. مجرد ما هتعرض للشمس فيتامين د ده هيتنشط. الشمس مضاد اكتئاب لوحدها. تمام. فالحركه، ناس كتير او بتخاف تسمر، وناس كتير بتخاف مش... طالما هنتعرض للشمس في جو لطيف، ما بكونش شمس قويه يعني حارقه في منتصف الظهيره، هيبقى لطيف جدا. ان احنا راي حضرتك اغلب مرضى السكر هم كبار سن، هم بيتحركوش وقاعدين في البيت، حتى حركتهم بتبقى صعبه جدا، ويكاد يوصلوا للقدم السكري. فانا عشان احركهم هتبقى من النوادر. احنا بقى عايز اطلب حاجه الوقايه، عايز اطلب حاجه اقدر اعملها مع مريض سكر. ان شاء الله يقعد في البلكونه بتاعته او حاجه، مش ضروري خروج، يعني يقعد في البلكونه بتاعته. حتى اللي مش قادر يحرك رجله يحرك كتافه ودراعاته. طب في منطقه شعبيه، يعني احنا عامه الشعب المصري، في مكان شعبي والبلكونه بتاعتي فعلا ما بيخشها الشمس، اكيد في حلول تانية. شوفي، هو عدم التعرض للشمس خاطر، لكن فرضا ما فيش خالص وده يعني غلط، بنفرض. يعني فوق سطح مثلا او فوق اي حاجه، لو حد مش قادر يطلع مثلا، او الناس حضرتك اللي هي اكيد في العياده بيجي لك كبار سن. طبعا صعب ان انا ادخلهم حتى الحمام. الناس البسيطه لا، ده دولت بيدريدن، بيبقى لازم الناس القاعده او الناس اللي فعلا هي بعد الشر وصلت. احنا مش عايزين بقى نوصل لكده، احنا الوقايه خير من العلاج. احنا عايزين الوقايه خير من العلاج، وعايزين برضو نشوف علاج لدول. دايما اصلي متفائله، يعني بحب شخص. احنا عندنا جانب ايجابي وجانب سلبي، هنسيب السلبي دول نقول لهم موتوا ولا لا؟ لازم بعد الشهر لازم نبقى معاهم. احنا بنقول لهم ما يوصلوش ان شاء الله لاي، يعني يا رب ما حدش يوصل للحاله دي خالص، بس لو وصل بنديله البديل اللي هو السبلمنت. السبلمنت في اقراص وفي نقط، حتى اللي ما بيمضغوش او ما بيبلعوش، في اقراص، في نقط، في حقن. تمام. فموجود متوفر، بس احنا والاكل طبعا أكيد. مصدر حيوي جدا، البيض، السمك، المكسرات، حاجات كتير فيها فيتامين دي. غير الشمس والتعرض ليها، في حاجات برضو زي ما بقولت لحضرتك مشتملات كده، بتبقى زي التنفس السليم، الخروج في الشمس، الحركه، شرب الميه، النوم الكافي، الاكل الصحي. في حاجات دايما يعني بنحاول هنقول ايه يعني نلجا لها، على اعتبار ان احنا ناس متقدمين وخلاص بقينا عندنا وعي، اللي هو ايه؟ الفحص الدوري. طيب. واحنا بنشكر حاليا دلوقتي في
حملات والحملات على طول الموجوده الرئاسيه والغير الشركات الادويه بتساهم فيها والحاجات، يعني في حاجه اسمها هيلثي دايز او اليوم الصحي، بعض الشركات بتتكرم وبتيجي العيادات وبتعمل فحص مجاني. دلوقتي الحمله الرئاسيه في المدارس، الحمله الرئاسيه للسيدات اللي كانت لسه اللي خلصت بتاعه الضغط، الامراض الغير سريه اللي هي الضغط والسكر والسمنه، وكمان كان فيروس سي. الحقيقه انا بقول ان يعني الوقايه دي مهمه جدا طبعاً. ان الواحد ما يوصلش لدرجه ان احنا نقول لا بلاش، الحاله صعبه، مش عارف، ما فيش امل. ليه احنا ليه نوصل؟ اكيد في امل. شفنا هنشوف حاجه جديده. شيف، ايه رايك يا شيف؟ قول لي بقى، بطبيعتنا احنا الدكتور بتتكلم اكاديمي، نصيحه لكل مريض سكر او مريض سمنه من الشيف محمود. هو احنا يعني كلام دكتور جميل جدا، لكن يجب ان احنا نحط الحاجه في اطار احنا عايشينه. بالظبط، الاطار اللي احنا عايشينه بنسبة 20-30% كلام الدكتور يقدر يحققه، اللي هو البسين، الشمس، النادي، ولكن عندنا 70%. عندنا شريحة 70-75% مش هتقدر تعمل ده للأسف. فبالتالي احنا بننصحهم نمرة واحد زي ما قالت الدكتورة، احنا عندنا أربع سموم، الأربع سموم دول اللي هم السكر، هنستبدل السكر البديل سويتال بسويتال. نمرة اتنين ده سويتال احنا بننصح بيه، انتوا عايزين تاخدوا اي بديل سكر تاني انت حر، تمام، مش هنفرض عليك عشان احنا موجودين دلوقتي بنعرض سويتال انك لازم تاخد سويتال. لكن انا كشيف محمود الدكتورة الدكاترة ومستو وحاجات كتير قلناها قبل كده، انا بشتغل بيه على القناة عندي اللي هي تخس بدون حرمان، زائد قناة النايل لايف طبعا. فكل برامجي بشتغل بيه لان انا اقتنعت بيه جدا. نمرة تلاتة الدقيق، ان احنا بنستبدل الدقيق الابيض زي ما قالت الدكتوره مشكوره بالدقيق كامل الحبه، وفي انواع كتير دلوقتي موجوده. هنستبدل الدهون والسمنه بالزيوت والزيوت النباتيه. تمام. الملح ثانيه واحده، الاثنين ليهم نفس السعرات. عايزه اقول النقطه دي لحسن برضو يعني الدقيق ولا السكر؟ لا، الدهن، الدهون. معلقه الزيت هي معلقه الزبده هي معلقه السمنه، نفس كلهم السعرات. نفس السعرات، لكن احنا بننصح باستخدام الحاجات اللي هي غير مهدرجه. طبعا لازم غير مهدرجه، يعني هي السمن الصناعي او اللي هي جايه من زيت، يعني تحول الزيت الى المفروض من السائل الى الصلب يبقى هدرج، يبقى دخل فيه هيدروجين. ده كارثه. ده كارثي. لكن لو هنستخدم حاجه غير مهدرجه تبقى طبعا الزيوت اللي هي الاحاديه. الاحاديه طعمها طبعا مش محبب لكل الناس، لكن بنحاول نستخدمها على سلد، على فول، على جبنه، اللي هو زيت الزيتون، زيت الكانولا، او الزيت الحار المعروف بزيت بذره الكتان، او الزبده بلدي. او الزبده البلدي بقى يعني ما تسيحش كمان الزبده البلدي. لا، زي ما هي. زي ما هي. يعني اعظم دكتور في مصر الله يشفيه، استاذ قلبي مفتوح الاطفال، بقول له ربنا يشفيك، دكتور طارق الصايغ، رجل من الاساتذه يعني واحد اصدقائي، شيف محمود، الزبده ما تسحش، يعني رجل علامه يعني ان شاء الله. فده اللي انا بقوله او بام على كلام الدكتوره طبعا، في ان دي اصبحنا خدنا دي كامل الحبه، اصبحنا خدنا سكر بديل. وقلنا للساده اللي بيسمعونا دلوقتي، عندكم الفرصه تختاروا اي حاجه من انواع دي، من انواع السكر اللي ولكن يستخدم. احنا بننصح بحاجه معينه، الملح. في ملح دايت دلوقتي، حتى لو مش مقتنعين احنا لسه هنروح نجيب ملح دايت، ممكن تستخدم الملح بقله قليله زي ما كل ما اكلت الاكل هو دلع، وما زال موجود برضو، يعني هو موجود عندي الملح الدايت، بقى متوفر جدا في المحلات البسيطه كمان موجود. بس انا يعني ايه، انا عايز اقول لك، انا بقى يعني انت عايزه تبقى بتعامل مع المصريين او الصدى العرب ازاي في كل برامجي. انا مش بفرض عليك المنتج ده عشان انا طالع اسوقه، انا بديك نصيحتي وانت حر. تمام، خلاص. فانا معيش فلوس اجيب الملح الدايت مثلا، خلاص هاتي ملح، خلي الاكل دلع، وممكن ابدله بالليمون، الليمون والكمون والحاجات التانية. الاكل من غير ملح مشكله يعني، ده فيها طلاق يعني. لا لا، في ناس خلاص يعني الاكل اللي هو كانوا زمان في الفلاحين يقولوا عليه العادب ده ولا مش عارف ايه، كويس لطيف، وحبشه بقى بحاجات تانية. الحقيقه الملح من الحاجات اللي هي فعلا بتجيب ضغط، ونسبه الضغط عالية جدا في البالغين في مصر 26%، يعني 26 فرد من كل 100 عندهم ضغط
فدي طبعا نتيجه ان احنا يا ريتوا على الملح بس، ده في حاجات مخفيه الملح فيها، يعني في سؤال جاي حاجات لحضرتك قويه عشان ممكن يكون اجابته قويه. الاضافات اللي هي عارفه ايه، الكاتشب مثلا، الحاجات احنا مش عايزين نقول مسميات يا دكتور، ملح. مش عايزين نقول مسميات. الكاتشب مش الكاتشب ده ماده، يعني زي صلصه، الصلصه فيها، المخبوزات كلها فيها ملح، الحاجات اللي فيها ملح فعلا مخفي، الجبن، الحاجات دي كلها فيها ملح. في ناس بتاخد ملح بزياده، واللي بيحبوا الرنجه او الحاجات دي مخللات. احنا كشعب اصلا بنحب الحوادق، والملح كويس، الملح كويس، بس لو في استعداد للضغط او السن كبير او في استعداد فاميلي هيستوري اللي هو استعداد وراثي او في ضغوط، زائد ستريس الحياه، الضغوط اللي هي ستريس الحياه، واحده عندها مثلا 45 سنه السكر يا دكتور ياثر على العظم على العظام؟ السكر بيأثر على كل خلية. ايه المرض اللي ممكن يجيب السكر؟ الجلوكوز هو المادة الوحيدة اللي بتعدي، لازم تدخل في كل خلية، حتى خلايا المخ اللي ما فيش مواد بتعديها، خلايا المخ الحاجة الوحيدة اللي بتعدي حاجة اسمها حاجز الدم اللي هو البلاد برين بارير، الحاجة الوحيدة اللي بتعدي هو الجلوكوز. السكر بيدخل، هو الطاقة بتاعت كل خلية، وهو آخر حرق كل المواد الغذائية هو الجلوكوز. طبعا ارتفاع مستوى السكر في الدم بيأثر على كل خلية، معلش خلايا العصبية. أنا أسفة، والعظم. معانا أم أيمن على التليفون بقالها كتير، معلش. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا أم أيمن؟ صحتك يا حبيبي، منورين إن شاء الله. أنت اللي منورانا، الشيف معاكي أهو، شوفي عايزة تسأليه تقولي له إيه. الشيف محمود حبيبي، أهلا بيك يا ست الكل، تحت أمرك. انت حبيبنا يا شيخ محمود، انا فاهمك، انت من زمان ما حد سالك يا شيخ. ليه انا موجود على الناين لايف الساعه 3 يوميا بقالي 3 سنين؟ انا بدور عليك في القنوات كلها والله، بقولك بفتح القناه يا حبيبي، قناه صاحب جمال. احنا اوامر يا ست، احنا اوامر ليك، عايزين افضل في الصحه والجمال ولا يهمك، هم حبايبي برضو. يعني انت دلك على الصحه والجمال خلاص بجيب؟ لا لا، انا هنا كده، هم اصحابي كده وانتدبوني معاهم كام حلقه، لكن انا في الناين لايف يوميا من 3 ل 4. الله يخليك يا ست الكل، تسلمي لي، ربنا ما يحرمني من زوجك. عايز تعمل البرجر يا شيخ، برجر اللحمه. عينيا، حاضر حاضر، لا بنفس الله عليك يا شيخ، تمام، هجيب ورقه وقلم. اوامر يا ست الكل، الله يبارك لك. انا تحت امرك. دكتورة، اتفضلي. دكتورة مع حضرتك، اتفضلي. اهلا يا حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا حاجة، اهلا بحضرتك، اتفضلي. الله يخليك. سؤال دكتورة، اتفضلي. انا عندي سكر ضغط يا دكتورة، وعاملة عملية في عيني، عملية مية بيضة، فدايما بيقولوا لي ظبطي ضغطك وظبطي سكرك، فمش عارفة اظبطهم ازاي. انا بعمل المستحيل يعني، باخد علاجي وباخد حاجات ما بتعليش سكر ولا الضغط. بس مش متظبطين، هو اهم حاجه عشان تظبطي ضغطك وسكرك هو الاكل. طالما حضرتك ملتزمه بالعلاج اللي وصفه لك الاستشاري، حضرتك ظبطي اكلك، ظبطي ملحك، ظبطي سكرك، ظبطي دهونك في الاكل، النشويات، كميه النشويات بالنسبه لعلاج السكر تتظبط. يعني حضرتك بتتعالجي بانسولين ولا بتتعالجي باقراص؟ بتاخدي حقن ولا اقراص؟ شكرا ام ايمن، وتابعينا عبر التلفزيون. والدكتوره هتجاوبك. طبعا هو اي حد عنده سكر لازم يتابع مع دكتور، الاول دايبيتولوجيست هو بتاع السكر، وفي دكتور تاني بتاع اخصائي او استشاري التغذيه العلاجيه. تمام. بنبين له ازاي ياكل صح بطريقه مظبوطه، بس لازم حسب اخر تحليل. تحليل بيكون سكر صايم، سكر فاتر بعد ساعتين، وحاجه تانيه اسمها سكر تراكمي اللي هو الهيموجلوبين السكري. وده علشان نعمله، بنصح اي حد علشان يعمل التحليل ده يكون محلل صورة دم كاملة، لان نسبة الهيموجلوبين بتأثر على نسبة الهيموجلوبين السكري. الحقيقة لو هم بيعملوا تحاليل دورية وبياخدوا العلاج مظبوط تبع العلاج اللي كاتبه الاستشاري، اهم حاجة بقى بعد كده الخطوة المهمة هو التنظيم الغذائي، يعني بيبقى اكل خصوصا النشويات، علشان يعني البطاطس، الرز، المكرونه، العيش والحلويات. مهم جدا ياخدوا يعني ممكن نقول نظام غذائي كده للسيده الفاضله اللي بتسمعنا، ناخد مثلا 3 انصاص رغيف عيش بلدي في الفطار والغدا والعشاء، ناخد الصبح مثلا بيض او فول،
طبعا سلطه في كل الوجبات، الظهر اي نوع من البروتين الحيواني او النباتي، لحمه، فراخ، سمك، طبعا كله منزوع الدهن، ممكن عدس كمان لان او كشري مثلا. بعدين بالليل هناخد مثلا جبنه قريش او زبادي، هناخد ثمرتين فاكهه بس بين الوجبات. لو عملنا السيستم ده، النظام ده، ده نظام عام، لو عملنا الطريقه دي وخدت هي التزمت بالعلاج الضغط والسكر، طبعا بتقلل الملح شويه وبتاخد سكر سويتال بديل في المشروبات. الحقيقه انا سمعت الشيف كمان دلوقتي بيقول انه بيحطه في الاخر، يبقى افضل نحط السكر في الاخر. طبعا ده بالنسبه لطرق الطهي، ده طبعا هو الادرى، هو لا لا يفتى. انا عايز اوري لكم بس الرز كده اهو، من غير نشا ولا اي حاجه، لطيف خالص. في المرحله دي هبدا ادي الايه، السكر، السكر بتاعنا. بس طبعا ده مش كيلو، اوريكي حاضر اهو. بصي من هو الرز نقعته فاستوى في اللبن، الله يسلم امرك. هبدا اديله السكر، بس هنا انا عشان ده كميه اقل فانا هديه هنا ده بمقام تقريبا الثلاث معالق دولت، تقريبا بمقام ممكن 12 معلقة سكر. الثلاث معالق تقريبا بمقدار 12 معلقة سكر. هنا انا مجهز منه اهو، بص ما بيبرد بيبقى عامل ازاي، وهنبتدي نقلب كده. واخر حاجة ما اطلع من على النار هدي الفانيليا. هاكل رز بلبن ولكن بأمان. هتاكليه اللي هو ايه يعني، ضميرك مش هيأنبك. ضميرك مش هيأنبك على فكره، اللي بياكل الاكلات الصعبه دي ضميره مش بيأنبه. لا والله، لانه بيبقى سعيد، هو فرحان انه اكل اللي هو بيحبه. عشان تنزلي 10 او 15 كيلو وتاكلي تاني وتهملي والوزن هيزيد، تحسي كان الواحد عايز يستغفر ربنا. ايوه عايز. والله انا مسميه يعني دواء بتاع السكر لبعض المرضى اصدقائي، ياكلوا اللي هم عايزينه واتفاجئ انه يجري يروح على القرص بتاعه ياخده، اقول له ايه ده، قرص الاستغفار. فبحس كده انه الشاي الاخضر يشرب ويعمل اللي هو عايزه، انا رايي يشرب شاي اخضر اخر 3 ايام في الشهر، يصومه مش صوم متقطع، اللي هو دايت دايت. هنا لو في كيلو او 2 كيلو هينزلوا معاه، بس هو يلتزم. وزي ما قلت، اي سيده في البيت تكون مسنه، حتى لو كانت شقتها 55 متر، ما كملتش كلام اللي هم الناس البسطاء، 55 متر هفضل رايح جاي فيها ربع ساعه معلق الهاند فري، بسمع قران، بسمع اغنيه، بسمع موسيقى، اللي عايزه مش هفرض عليك تسمعي ايه. هتمشي الربع ساعة في الشقة ال 55 متر، هو ده التراك بتاعك، هو ده النادي بتاعك. انت بتحولي حياتك لمملكة كبيرة بتاعتك انت، لان ربنا خلقك في الدنيا هتعيشي. برافو عليك يا شيف. انت هتعيشي زي اللي عنده قصر، زي اللي عنده فيلا، اسعدي بحياتك وباللي فيها، اسعدي باللبس اللي بتلبسيه، بالعربية بتاعتك لو كان عندك عربية، بانك بتركبي مواصلات وفي الزحمه، زي ما قلت للدكتور السعاده، كل واحد يسعد نفسه، كل واحد يسعد نفسه على قد امكانياته، بالمتاح على قد امكانياته. الرضا وامشي في اللي انا عايز امشي وهنجح ان شاء الله، لازم انجح. ما معيش فلوس اجيب سويتال، انا مقدرتي الماديه ضعفانه، اقلل السكر، ببتدي اقلل السكر. اذا احنا وبالتعود على فكره، هي عايزه اقول ان يعني التعود، سواء الملح زياده او السكر زياده، بالتقليل احنا هنتعود. اللي بياخد 5 معالق هيبقى 4، هي 3، الوسطيه حلوه في كل بعد شيء. كده لو حط له معلقه هيحس بيتجزع. بس اللي يتعود على بديل السكر، انا 12 سنه مش قادر اغير بديل السكر من 2011، بقت عاده خلاص. وسويتال بتنزل 10 علب من دول يا جماعه هديه، دول هيبقوا على قناه هتخس بدون حرمان. بنختار 10 حالات ظروفهم الماديه صعبه فعلا، هياخدوهم كهدايا، وربنا ييسر بقى انها تطلع مع اي حد من الاطباء، ونعمل تكافؤ اجتماعي كده. اكيد طبعا، احنا تحت امر الناس طبعا في حاجه زي كده، بنساعد بعض. الطبيب يساعد، شركات الادويه تساعد، الشيف يساعد، الاعلام يساعد، طبعا لازم يبقى في كلنا كده مع بعض. مهم قوي 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 فعلا ان الواحد يحس ان هو يعني بيفيد الناس او بيساعدهم، دي حاجه كويسه. من كلام الدكتور ومن كلام الشيف بقول سفه من مشكلتك، خليها مشكلة بسيطة بمزاجك، راعي نفسك، راعي صحتك، راعي جسمك، راعي أكلك. إن كنت مش قادر ماديا فأنت تقدر معنويا، إن كانت معلقة السكر هتأذيني فأنا ممكن أخد نص معلقة سكر واحدة بس، نص معلقة
وهبقى اخدت سكر الكافي لجسمي وما وصلتش ان اكون مريض واحتاج للدواء واحتاج للعلاج واحتاج لحد يساعدني. ساعد نفسك، في ايديك انك تاخد حاجة بسيطة وتبقى سعيد زي ما الشيف عمل لنا الرز بلبن، حاجة جميلة ومن عاداتنا وتقاليدنا الحلوة اللي بنحبها، ومع ذلك مش هيزود وزننا ولا هيجيب لنا امراض. انا خلصت 10 اطباق لما عملته ابتديت اعمله، اللي بعتولي المهندس حمدي من اسكندرية صاحب مصانع ايس كريم وقال لي اعمله، ده مش ابتكاري، ده انا واخده منه، هو اللي اتصل يعني وقال لي عليه وعملته، كان لو ما زدتش ربع كيلو حتى. هايل جميل جدا. لان الطبق تقريبا فيه سعرات حراريه قليله، يعني 75 60 سعر، ده يعني حاجه وجبه بينيه. وعملت أو ايس سناك. كريم بالسويتال برضو هتلاقوه عندي على الفيسبوك. ايس كريم، ايس كريم، برافو عليك، ايس كريم دايت. يبقى الحلقه الجايه هتعمل لهم ايس كريم بقى عشان الشتاء بس يا دكتوره. انا بحب ايس كريم الشتاء. في اغنيه ايس كريم في ديسمبر، احط بقى قرات الله الله. ايوه ما هو الملجا بتاعي. مش في اغنيه اسمها ايس كريم في ديسمبر؟ ايوه ده احلى ايس كريم في ديسمبر. شفت بقى الدكتوره يعني جابت لنا الاغنيه كمان. مبسوطه ان كمان السويتال بتحمل درجات الحراره العاليه، فدي حاجه كويسه قوي، وفي نفس الوقت بينفع في البارد وينفع في السخن، دي حاجه كويسه خالص. الحاجه بقى اللي حلوه واحب اقول للناس عليها انه امن، ينفع الاطفال والحوامل والمرضعات ومرضى السكر، ينفع لاي دايما يسالوا عن الجزئيه دي، حاجه كويسه يعني. من واجبي كطبيبه اقول ان هو ينفع لكل الاعمار، فدي حاجه كويسه. كنت عايزه اسال حضرتك، في ناس بيقولوا دايما بعد ما نعمل حاجه حلوه نحط شعره ملح، ايه الفكره فيها دي؟ حلوه قوي، انا بحب اصلي اطبخ قوي. دي فكره طبيه، فكره طبيه. عايزه اعرف قبل ان تكون فكره شيفيه. ايوه ازاي بقى فكره ان انا على حاجه مسكره احط شعره الملح؟ حلوه قوي. بتعمل ايه؟ هقول لساعتك. اول حاجه بنحس بيها بالاكل وبطعمه ايه؟ اللسان. بالظبط. هنا اللسان انا بديله طعمين مع بعض، طعم السكر وطعم الملح. الطعمين دولت هم المبهجين، مصدر السعاده، مصدر السعاده وبيطلع فانا اديتك الطعمين، اديت طعم الملح، يعني بتعمل انهانسمنت، يعني بتقوي الشعور بالحلو، التيست اللي بيجي على الصلصه بنحط عليها معلقه سكر. مش هتحسي بالملح حضرتك، ولكن الاجهزه اللي ربنا خلقها لنا بتحس بيها، فبيقوى الطعم جدا. كان نفسي اعرفها من الناحيه الشفية، يعني الطبيخ الطبخ لا هي علميه اكثر منها. احنا بنتعلم من بعض يا شيخ، الله يكرمك يا رب. يعني هي علميه اكثر منها، ان هنا التذوق، فانا حطيت نوعين التذوق مع اللسان فبتحسي بالسعاده. طيب سؤال تاني معلش، ينفع ده يتحط في الفرن بعد كده؟ ما هو يعني محطوط في الفرن. ما هو اتحط في الفرن حالا دلوقتي. اجيب لك طبقه تدوق يا دكتور؟ على الهواء النهارده فري. لا وخلاص، لا ما هو دايت خلاص النهارده. ياسمين اجيبه، ياسمين اللي انا تعبانه، هتجيب لنا بقى بعد ما خرج من الفرن. ذنبها ياسمين، ياسمين هتجيب لنا بعد ما خرج من الفرن شكله بقى ايه؟ بياخد وش كده كويس، خد وش، خد الوش اهو. ايه رايكم اهو؟ جميل جدا. مبسوطه ان ما فيهوش نشا بصراحه. دكتور لاحظت حضرتك قلتي جمله جميله جدا، ناخد بالنا الفرق ما بين دكتور البطنه ودكتور التغذيه. فسريعا في دقيقه ونص تقولي لي امتى اروح هنا وامتى اروح هنا؟ لا الطبيب اولا لازم يبقوا الاثنين خريجين كليه الطب، ده طبيعي، ده مبدئيا، ده طبيعي. لا جدال، النقطه دي ما فيهاش جدال، لازم يبقى تغذيه علاجيه الاثنين خريجين كليه الطب. التخصصات، في تخصص مكتوب استشاري باطنه وسكر، حتى في الباطنه في تخصصات، في باطنه سكر، في باطنه وكلى، في باطنه وكبد، في باطنه واعصاب، في باطنه ودم، كل يعني حاجه. يعني فكره دكتور العيله اللي كلنا بنروح له في اي حاجه دي فكره كويسه ومحببه للحاجات البسيطه. ما هو اسمه برايمري كير فيزيشن او بي سي بي، ده موجود في كل العالم، بنقابله الاول وهو بيحولنا على الاستشاريين او الاقصائيين. للاسف الحلقه بتخلص مع حضرتك، الوقت جميل ومع شيفنا نورتنا وشرفتنا، واكلك جميل وسعدنا بيكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.